أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت أقود سيارتي ومعي والدي ووالدتي وإخوتي، وانقلبت السيارة بنا وتوفيت أمي في الحال، فهل يلزمني صيام؟ هذه تراجع فيها المحكمة الشرعية لتنظر سبب الحادث، هل هو تفريط أو ليس تفريطا، هذا يرجع فيه إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في تقرير المرور. نعم.